Welcome, my friends, to my world of movies. Bem-vindos, meus amigos, ao meu mundo dos filmes. إن كنت من عشاق الأفلام الأجنبية والإثارة والمرح والتسلية، فهذا الفيديو موجه لك، وهو تردد قناة رهيبة تعرض أفلام أجنبية. أنا غادة، وهذه قناة تي في فريكونسيز. تابع معي الفيديو إلى نهايته لمعرفة المزيد من المعلومات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبائي المتابعين أينما كنتم، تحية كبيرة جدا جدا مني إليكم، وشرف كبير لي حضوركم وتواجدكم معي في القناة. ومن لم يكن منكم مشاركا في القناة فليشترك فضلا وليس أمر، وفعل زر التنبيهات ليصلك كل جديد أقدمه. إذن كما قلت، فيديو اليوم مميز وهو موجه لعشاق الأفلام الأجنبية، ومن منا لا يتابع مثل هذا النوع من القنوات. وسأقدم في هذا الفيديو تردد قناة أمريكية، هذه القناة التي تعرض أفلام أمريكية رومانسية وكوميدية. الآن نأتي إلى تقديم التردد، وهو 11.856، معدل الترميس 30,000، والاستقطاب عمودي في، واسم القناة هو وارنر تي في، على القمر الصناعي أسترا 19 درجة شرقا. شكرا لكم على مشاهدتي، دمتم أوفياء، إلى اللقاء.